كنناشد وكننادي على الاخوان الطنجاويين الله يجازيهم بخير. واحد الولد عندي غاب هذه باليوم 10 ايام، جبرنا له الخدمه. ملي جيت باش ندور على الولد هذا جبرته غاب، مشى بوحدو بدون سبب بدون طريقه. لا كان هو شي حاجه في راسو كيحسبها ماشي مزيانه. حنا الوالدين ديالو، حنا كاين الام والاب ديالو، عنده اختو واحده، حنا ما كنبغيو له الا الخير. ما عمرنا يعني انا بالخصوص انا الاب ديالو ما عمر يعني قصرت له في شي حاجه. اللي كيطلب الدنيا هانيه، بغاتها عيني نعطيها له. ولكن المشكل اللي غاب خصنا اولا نعرفوه فين هو. حنا الدار الله يحسن العون، ملي كيمشي شي فرد من الاسره انت كتعرف يعني الامور ما كيبقاوش الامور بخير وعلى خير. دابا مشى بدون مبرر السيد. لا بالنسبه للمشاكل انا ويما حنا ما عندنا مشاكل، ما عندنا حتى شي حاجه. هو الا كان كيعاني بشي مشكل كنقول له ولدي زعما صارحني قول لي شني كاين. انا واحد الانسان درويش وراجل على قد الحال، كنمشي قد الاستطاعه ديالي. كيبغي هو شي حاجه اولا كيطلب شي مسائل يعني اهلا وسهلا، ما فيها حتى شي حاجه. نعم سيدي. وهو اللي كان كيجيه كيقول لك انا غادي نمشي بحالي نمشي بحالي نمشي بحالي، انا خصني نخدم خصني كذا. دبر الخدمه ما فيها باس، واخا في الضمن ديك الخدمه كاينه خدمه اخرى دبرت له. وهو حقيقه كان الهاجس ديالو الرئيسي هو كيقول خصو يمشي خصو كذا خصو كذا. صراحته قلت له ودي انا وليدي ماديا بالنسبه ما نقدرش ندبر واحد 10 المليون اولا مثلا 15 مليون باش نعطيها للناس، ولكن كاينه طرق اللي تحرك بها. وهضرت له مع الناس وتكلمت له مع الناس، ورغم ذلك هو ما كيبقاش مواظب على الكلام اللي كنتكلم معاه. الزنقه راه ما يبغي لك الربح فيها حتى شي واحد، وما يبغيك حتى شي واحد من الزنقه. وكنناشد الاخوان الطنجاويين اي واحد في, 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 في الاسره يعمل يدو على قلبه ويجرب. راه هذا ولدنا، هذا ما عمر شي هضره شي كلمه من فمي خرجت بشي في حالك الزنقه او لا خدم وجيب لي. انا مازال قلبي كيتقطع عليه، خصني ولدي يكون بالمستقبل ديالو وولدي يكون بالمسائل ديالو، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. الا كان شي حاجه في نفسه يصارحني نتعالجوا الدنيا هانيه. لكن كيشوفني كنقول له وليدي الله يرضى عليك ارجع عند الدار، راه كل شيء موجود، راه الحمد لله الخدمه الناس هما وجدوا لك الخدمه، راه هي موجوده وطلبوك وما جبروكش. ما كانش كاين ناس اخرين عاود طلبوه في الخدمه، وفين هو خصنا فين هو باش يمشي للخدمه. هذا العائله كاين عنده في البروكسيل، كاين حبايبيه وكاين العزيزه ديالو يعني. لا 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 ماشي كانوا يجيو كاين يجيو يعني. ودابا القضيه ديال الحريق انت كتعرف الامور والمشاكل اللي واقعه، راه اي واحد كيعرف شني كاين وكل واحد يخاف على راسه. الرساله ديالي كنناشد المواطنين الطنجاويين الناس الكرام الله يجازيهم بخير، حتى انا طنجاوي منكم، الانسان يعمل يدو على قلبه ويجرب. هذا ولدنا يعني رغم 27 سنه يعني في النظريه ديال الوالدين، ولو تكون عندك 50 سنه دائما باقي صغير. الزنقه انت كتعرف يعني راه ما فيهاش الراحه، راه المصائب وقع فيها، القتيل السرقه المشاكل المناتيف شيء لا يطاق. ولهذا انا مسانس ولادي قدامي، خصني ابني قدامي واللي طلبه موجوده. رغم يعني كنعاني بالفقر الراجل مسكين والازمه كورونا انتم عارفينها كل واحد كان كيعاني. شني كنقول له وليدي راه كل شيء موجود، خاص غير شويه الصبر. الحمد لله هو دبر الخدمه ما بقاش فيها، هانا من موراها دبرت له الخدمه، ملي جاو يسولوا عليه ما لقاوهاش. هذا هو. كنطلبوا من الله يجازيهم بخير، اذا 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 لقاوه او لا شافوه في شي مكان معين يعني هالنمره ديالي فينيا ويتصلوا بيا والله يجازيهم بخير. وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الله يجازيكم بخير. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.